السلام عليكم طلاب، شلونكم؟ راح اشرح محاضرة رقم 10 اللي تحكي على الـ Open and Closed Network with MMM Tabs والـ Queues اللي هو الـ Jackson Theorem. هذه الخوارزمية أو هذه النظرية أو الموديل أوف كيوينج هو الـ Jackson اللي يشتغل مع الـ Neural مع الـ Network. إذا أنت عندك اللمدة، إذا تدخل average rate لمدة من تتوزع على عدد من الراوترات أو عدد من الكيوز اللي هي تشتغل بالنتورك، بس احنا زي نحكي، فراح تتوزع إلى عدد من البروبابيلتي. هذه البروبابيلتي مع هاي البروبابيلتي هو معدل التدفق أو معدل الدخول أو معدل الأرايف، يعني اللي هو اللمدة، يعني لامدا 1 او نقدر نقول لامدا في البروبابيلتي 1، لامدا في البروبابيلتي 2، ولامدا الى لامدا في البروبابيلتي n. بالاخر احنا البروبابيلتي هو يساوي لنا 1. هذا ايش راح يسوي؟ يسوي سبليتنج للبوزر بروسيس بروبابيلتي راندملي وبروبابيلتيك راوتينج، وهذا راح يقود الى انه بالاخر راح يعطينا بوزر. بالاخر احنا عندنا معدل الأرايف أو الدخول أو معدل الدخول هو بواسون، فبالآخر هو راح يعطينا بواسون. إذا شان دخلت عندنا، إذا كان الدخول شو طبعا عندنا شروط، يعني أندر كل فيرب كونديشنز، هذه شروط التوازن، الأفريج فلو ليفينج ذا كيو وذ كيو ذا أفريج فلو إنترينج. يعني شو؟ يعني متوسط التدفق اللي يترك قائمة الانتظار هو نفسه هو اللي يدخل بي. يعني دخلت لمدة، جت لمدة، توزعت probability بي، هنا واحد ناقص بي، يعني هنا كانت 0.8 مثلا 0.4 مثلا، هنا راح يكون 0.6، تكون واحد. هذا راح ينضرب بهذا البروبابيلتي، هذا راح ينضرب بهذا البروبابيلتي. اللمدة هنا توزعت الى 2 لمدة، هاي اللمدة راح تنضرب في البروبابيلتي هاي، وهذه اللمدة راح تنضرب في هذا البروبابيلتي. هذا راح يدخل بالكيو 2، هذا راح يدخل بالكيو 3، هذا بالاخر راح يكون لمدة في البروبابيلتي، هذا راح يكون لمدة في الواحد ناقص البروبابيلتي اللي هو الفرق بين، يعني واحد ناقص هذا البروبابيلتي، لانه احنا عندنا البروبابيلتي هي ناس يساوي واحد. يقول عندنا الام ام ام المولانا هي هذا باركر بيرك، نظريه بيرك، نظريه بيرك تقول ان عمليه المغادره في الشبكه تكون ايضا بواسون وتكون متوازنه طبعا فروم فول بالانس، وتكون هو متوسط معدل التدفق اللي يترك القائمه هو نفسه متوسط التدفق اللي يخرج من القائمة. هنا إذا عدنا 2 وإذا جمعناهن بالآخر لمدة 1 ولمدة 2، إذا نجمعهن بالآخر، يعني إذا نجمعهن هنا تفرقناهن، هنا إذا جمعناهن هم راح ينطونا بواسون. يقول الجمع بالعمليات بواسون المستقلة إلى عملية ستكون أيضا هي بواسون، هي الناتشرال يعني هتكون بواسون. هنا عندنا المثال يقول لك اللمدة 1 ولمدة 2، هنا لمدة 1 وتوزعت إلى 0.4 0.2 0.4 لين حتى تكون 1، هنا راح يكون مجموعهن، احنا قلنا للدخول هو نفس الخروج، راح هنا 0.4 0. هذه راح تكون 4، هاي راح تكون هنا 4، هنا راح يكون هذا راح يجي يصير 1، هنا راح يطلع عن بالآخر، راح يطلع عن بالآخر لازم راح يطلعون بالآخر يعني اللمدة اللي دخلت هي نفسها اللمدة اللي طلعت. لمدة Q1 والأفريج جوب ريت أوف Q1، فاللمدة لمدة 1 والـ Q2 هو البروبابيلتي في الـ Q1 زائد الـ Q2، البروبابيلتي الـ Q3 هو البروبابيلتي 0.4 في اللمدة 1، 0.4 في اللمدة 1 زائد 0.8 في اللمدة 2، وهذه كلها
هاي العمليات، هاي نظرية بيرك، هاي نتائج طبعا المقتبسة سابقا حول تقسيم ودمج عمليات البواسون، من تكون عندنا الظروف متوازنة أو يعني المعادلات متوازنة، تكون عملية الوصول إلها قائمة الانتظار هي هم بواسون. متوسط أوقات الخدمة بقيمة الانتظار واستخدام النتائج القياسية لقوائم الانتظار، يمكن بعد ذلك العثور على نظرية احتمالية في الحالة الفردية لكل قوائم الانتظار. عندنا هنا جوكسون قال احنا نضرب كل البروبابيلتي في مالتها، احنا نضرب كل وحده في كل احتماليه في اللمده مالتها. هذه البروبابيلتي اوف n1 n2 الى nk، راح ينطيني بالاخر هو حاصل ضرب بي كيو لكل الكيوات في الام في الاحتماليه. يعني هذا واحد ناقص مجموع البي اي جي هو بي جوب سيرف ات كيو اكزيت فروم ذا نتورك. هذه كلها اني ما مطلوبه، يعني ما اريدها. من صفحة 10 إلى 12 نجي هنا نشوف كل كيو جي يساوي 1 إلى الكي بالنتورك. الترافيك أفورد شاد بي ساتش، الرو هو اللمدة على الميو، إذا كان أقل من الميو، أقل من ميو جي، أقل من ميو جي، نقدر هذه نطلعها الميو جي، أو نقدر نطلع اللمدة أو الميو. هذه الصفحة ما أريدها. هسه نشوف هو اللمدة هو مجموع الفاي، الرو يساوي لنا لمدة جي على الميو جي، الرو جي يساوي لنا لمدة جي على الميو جي. الجي هو اللمدة جي على اللمدة، لمدة جي على اللمدة. إذا كان عندنا average number of job at node جي، ال number of جي هو الكي في البي جي، ال n هو summation ال n جي. الويت نطلع شلون؟ نطلع ال n على اللمدة، مجموع كل ال n على اللمدة، يعني لمدة جي على اللمدة في w جي. طبعا هذه هو يعتمد على ال first come first serve، q هو exponential service time، و last come first serve، q is Kauskan service time. البروسيسور شيرينج، كيو هو كاوسكن سيرفيس تايم، والفايت سيرفيس هو كيو ويز كاوسكن سيرفيس تايم. نشوف هذا المثال، نشوف لمدا هو لمدا 1 لمدا 2. لمدا 1 شلون نطلعها؟ عندنا اللمدا على البي 1. اللمدا 2 شلون نطلعها؟ عندنا اللمدا 1 ناقص البي 1 على البي 1. الرو شلون نطلعها؟ نطلعها لمدا في الميو 1 على البي، والرو الثانيه نطلعها لمدا والواحد ناقص بي على الميو 2 في البي. الان 1 الرو 1 واحد ناقص الرو 1، الان 2 هو الرو 2 واحد ناقص الرو 2. الـ waiting time هو الـ n على اللمدة، وهو مجموع الـ roll 1 يعني 2n، الـ n الأولى والـ n الثانية نجمعهم حتى نطلع طبعا على اللمدة في كل مرة حتى نطلع الـ waiting time. عندنا
عندنا هذا الاكزامبل اللمدا 1 الار زائد لمدا 2 1 ناقص 2 بي اللمدا 2 2 ار زائد لمدا 1 1 ناقص بي واللمدا 2 في البي. شوف شلون نطلع اللمدا 1 واللمدا 2 ونطلع الرو 1 والرو 2، وهذا الجوين بروبابيلتي راح يكون حاصل ضرب 2 بروبابيلتي، والان الويتنج تايم نجمع الان 1 مع الان 2 حتى نطلع الويتنج تايم. الان 1 هو الرو 1 على الواحد ناقص الرو 1، والان 2 هو الرو 2 ناقص 1 الرو 2. هذا المثال الام 1 يساوي 1، الام 2 الميو 2 وال3 وال4 هي 0.5. شوف هنا عندنا اللمدة جت لي كيو 1 توزعت الى هذه 0.4 0.2 0.3، يعني راحت لهنا توزعت الى 0.2 0.6 0.2، وإن راحت الى الكيو 4 ومنها راحت الى هذا اللي طلعت منه وشلون نطلعها؟ اذا نريد نطلع كل اللمدة مال كلها لمدهات، نقول اللمدة 1 واللمدا 2 واللمدا 3 واللمدا 4. اللمدا 1 تجي من الرو البروبابيلتي في اللمدا البروبابيلتي في اللمدا، وتطلع كلها الرو 1 والرو 2 والرو 3. هذا الاكزامبل نفس الشيء، الحالة يقول الكونديشن هي ستيبل، عندنا هنا عندنا 2 الكيو 1 وكيو 2، عندنا ميو 1 وميو 2، هنا دخلت لنا اللمدا وطلعت منا اللمدا، وعندنا الفي منطينا اياه 0.5 والميو هو ال1. اللمدا 1 يعني هي نضرب اللمدا 1 في ال V، واللمدا 2 شلون نطلعها، واللمدا 3 واللمدا 4، وبعدين نطلع الرو. وإذا كان ستيبل راح يقول اللي هذا هو أقل من 1، أقل من 1 نكتب الأقل ونكتب الرقم اللي مطينا إياه هو جد، وبعدين حاصل ضرب طرفين الوسطين ونطلع قيمة القيمة المجهولة. هاي نفسه بس يكمله بس يطلع البي. هذه الحد هنا لحد صفحة 27 ما مطلوب في الأخير، وشكرا جزيلا شكرا جزيلا.